يا سام يا سام، انا قلت لك مفيش فايده في اللي بتعمله دي. بتقولي اللي عايزاه وانا اعمل اللي اشوفه صح. وهو الصح برضك انك تخطفني؟ يوه، ما انت ما سبتليش طريق تاني. لا تاني ولا تال، مفيش طريق يجمع بنت عثمان مع ابن الدهاش. سيبني في حالي، خليني اروح. احنا مش قد ابوك ولا اخوك. هو انت شايفاني صغير ولا ايه؟ انا بحبك وعايزك، مفيش بنت مالت عيني ودخلت دماغي غيرك. ايه الغلط في كده يعني؟ مش فاهم يا سيدي. انا اللي صغير صغيره وعيله كمان، انت عايز مني ايه؟ سيبني في حالي، خليني اروح. اخويا سليمان لو شافنا هيبقى يوم ناس. يوم مين الاسود؟ طب يوريني نفسه كده وانا اعرفه من هو سامر درغار. اها، شايف؟ سمع نفسك؟ عرفت ليه مش عايزك؟ عشان اللي افترى دي، عشان اللي استقوى اللي انت فيه انت واهل. اما مش عايز تعمل اعتبار لاخويا واحنا لسه على النواه، امال هتعمل فيا احنا وخدتني؟ سلمى، انا غايت انك ما تخافيش من حد ابدا وانا معاكي، حتى لو كان اخوكي. واني ما بخافش غير منك انت يا سلمى. وانا مش هسيبك يا سلمى، واختك برضاكي ولا غصب عنك وعن اهلك. سامعة؟ لا اله الا الله. الله يرحمه حسين ابن عم مسعود، كان حبيبه واخويا. بس برضه يابا ده حاجه بتاعت ربنا. ما شفتش الواد علاء ابو مخلوق سافر السنه اللي عدت دهي؟ بس بعت لابويا امي. يبعتها وليلتها. قوم يا باب، يلا خد اخواتك وخدش جوايا. انت فاهم يا ابني ان اللي بيروح البلاد دي بينفتح له كنز علي بابا؟ الضنا غالي يا سليمان، انت فاهم يعني ان حبه الارض دول قد المصيبه اللي جت على دماغ عمك مسعود. ولا ام حسين يا كبد عليها، اله يا رب ما ينكتب على حد اللي انكتب عليها ده ابدا. ده حسين ده كان خالع روحها كده. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم. كنت فين يا سلمى ده كله؟ كنت فين كل ده يا بنتي؟ كنت فين يا ربط البرك؟ كنت فين يا زفت الطير؟ كنت في الدار. كل ده يا بنتي؟ معلش يابا، اصل الاستاذ كان بيراجع معانا. مالك يا بنت مخطوفه كده؟ لا احط لك لقمه تاكليها كمان شويه. ياما ماليش نفس.